صديقنا العزيز دكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. يا دكتور مساء الفل، نورت راديو 90 سي. مساء الورد، اهلا بيك وكل المستمعين. اخبارك ايه؟ طمني عليك. كله حلو. شفت الانتخابات ازاي؟ شفت بدايه الاستحقاق المهم جدا اللي بتعدي بيه مصر دلوقتي بدايه في الانتخابات المصريين في الخارج؟ كل تاكيد اللي احنا شفناه من المصريين بالخارج في كل دول العالم، عندنا 137 مقر انتخابي في 121 دوله، شفنا المصريين وهم بينتهزوا هذه الفرصه للتعبير عن الوطنيه. تمام. كانت تجربه مهمه جدا لما يبقى فيه هذا العدد، هذا المنظر، هذا العرس الانتخابي يبقى موجود عندنا مصريين بإطاء الاف الكيلومترات من ولايات ومحافظات واماكن بعيده جدا عشان خاطر يشارك في هذه العمليه المهمه، حتى لو هو مدرك ان قيمه تصويت المصريين بالخارج ليست هي صانعه القرار في النتيجه النهائيه للانتخابات، ولكنها كانت فرصه للتعبير عن الوطنيه، والمصريين استغلوا هذه الفرصه خير استغلال. شفنا المصريين وهم بيرتبوا قوافل وجاليات الموجوده والانديه الخاصه بالمصريين، التجمعات قدرت انها تجمع آلاف المصريين يتحركوا مع بعض بشكل جماعي عشان خاطر نقول للناس المصريين سيشاركوا في صنع القرار خلال الجمهورية الجديدة بشكل فاعل وبشكل قوي. ده اللي احنا شفناه. ما متكلمناش معهم كتير، ولكن هنروح طبعا للوجستيات والكونسوليات وفرت ازاي الموضوع يبقى سهل، السفارات وفرت ازاي، ولكن بما ان بقى حاجه في مجلس حقوق الانسان، هو ده حقوق انسان يعني، هم اعتقد ان هم استغلوا حق المشاركه، صح كده؟ حق رئيسي من حقوق الانسان بالظبط. فاعتقد المصريين في الخارج عندهم من الوعي والعلم بحقوقهم، يعني هو مش نازل بس ايا كان بينتخب مين، هو نازل يستغل حقه من حقوقه كحقوق انسان. احنا ما بنتكلمش النهارده عن ماهيه المرشح، ودي مش بدايتنا خالص. صحيح. النهارده ممنوع علينا منعا باتا ان نتحدث عن نسب التصويت. بالظبط. ممنوع منعا باتا ان نتحدث عن توجيه السادة الناخبين إلى أي من المرشحين الأربعة. طبعا. نحن على موقف واحد من المرشحين الأربعة، نحن الآن في عملية انتخابية المفترض أن تجري بكل معايير النزاهة والشفافية التي تخرج لنا آلية يمكن الاعتماد عليها والتعويل عليها في الانتخابات المقبلة. اللي اتكلم معك بشكل واضح وصريح ان دايما الانتخابات الرئاسية بتكون اشبه ببروفة. احنا بنجرب فيها وعينا الانتخابي. صحيح. ليه؟ لان انا النهاردة بتكون بنتخب رأس الدولة او رأس النظام. الموضوع لو انا نجحت في هذا الاختبار بكل تأكيد ده بيساعدني في اختبار انتخابات مجلسي النواب والشيوخ العام المقبل، هيساعدني في انتخابات المجالس المحلية. صحيح. الناس لو بدأت تروح وبدأت انها تشارك وبدأت تحس ان صوتها مهم وان خلينا نعكس صناعة قرار بدل ما هو حق هو واجب اكثر منه حق. لانها شهادة وانت مسؤول عن الشهادة. صحيح. هي شهادة امام الله عشان بعد كده ما تجيش تقول خلال الست سنين اللي موجودين الفترة بتاعت الرئيس المنتخب ايا كان اسمه طبعا اصلا انا مش راضي. طب حضرتك اللي انت نزلت ولا ما نزلتش؟ يقول لك لا انا كنت عارف النتيجة محسومة. طب ما نزلتش غيرت بنفسك ليه؟ بالظبط. اللي انت شايفه صح من وجهة نظرك، اللي قعد وشارك في صنع القرار هو وحده من له الحق في المحاسبة. خلينا برضو نكون واضحين في النقطة دي، لان حضرتك احنا اعضاء جمعية عمومية. تمام. بلاش نتكلم على دولة عشان خاطر الناس نبسط لها المفهوم شوية، هنتكلم على نادي. بالظبط. من انت النهاردة ما شاركتش في انتخاب رئيس النادي بالقائمة بتاعته بالآلية اللي هيتبعها خلال فترة ولايته لهذا النادي، ملكش دعوة اذا كان هذا القرار اللي بيقوم به رئيس النادي او رئيس المنظومة او القائمة المنتخبة على هواك او مش على هواك. تمام. لانك ضيعت الفرصة اللي كانت موجودة عندك عشان تشارك في انتخاب قائمة اخرى او نظام مختلف. والمطالبة بتكون من خلال بقى مجالس تشريعية بعد كده، مجلس النواب بقى انت برضو اللي هتنزل وتختار فيه، فلو في اي انت من التعديل في الرؤية اللي انت مش شايفة برضو هيبقى قرارك. بكل تأكيد احنا بنتكلم عن حاجة اسمها استحقاق دستوري. الدستور هو العقد الذي يحكم العلاقة ما بين الحاكم. صحيح. والشعب. فحضرتك النهاردة في عقد بين وبين الحكومة، الحكومة او الحاكم اللي موجود، العقد ده بيقول ان حضرتك اللي بتجيبه. فحضرتك النهاردة نزلت عشان تجيبه وتختاره بصوتك الحر، فانت نفست الجزء اللي موجود عليك في التعاقد. طبعا. حضرتك النهاردة اخليت بشروط وبنود التعاقد، اكيد انت هيبقى صعب جدا انك تيجي تتكلم في وسط ما العقد شغال والعقد في ناس نفذت الالتزام اللي عليها ان حضرتك اصلا انا بنتقد هذا الجزء. كان قدامك الفرصة. تمام. الامتحان معروف ومعاد الامتحان معلن قبليها بسنوات، فكل امتحان احنا عارفين تاريخه امتى وعارفين
الإجابة. فحضرتك انزل واختار الإجابة اللي شايف إنها ممكن تنجحك، لأنها لما تنجحك هتنجح بلدك. اللوجستيات مهمة جدا، وتسهيل الإجراءات ده مهم جدا، وده الصراحة اللي نجحت فيه سفاراتنا المختلفة في كل الدول والقنصلات المختلفة، إنها سهلت على الناس. فالناس لما شافت الموضوع سهل وعندها برضو من الاختيارات يوم واثنين نزلوا. أعتقد بخلينا برضو نكون أكثر وضوحا وأكثر صراحة. العملية الانتخابية في مصر عملية إنمائية. يعني إيه إنمائية؟ يعني بتنمو مع نمو التجربة. طبعا كل سنة بتعلم أكثر من السنة اللي قبلها، وكل استحقاق بشوف إيه المعوقات اللي واجهتني في الانتخابات السابقة وبحاول أتلافاها في الانتخابات اللي جاية. صحيح. عشان كده أنا كان عندي آليات تصويت المصريين بالخارج كان عندي فيها بعض المشكلات قديما، وهي فكرة بطاقة الرقم القومي. تمام. إن أغلب اللي موجودين بره ما بيرجعوش البلد عشان خاطر يجدد بطاقة الرقم القومي، ما بيناش بجواز السفر. صحيح. ما بستعملش النهارده هوية الرقم القومي في الدولة اللي أنا موجود فيها. آلية التصويت بتقول إن هو يستعمل الرقم القومي. عشان أنا اتعلمت من الانتخابات اللي فاتت وكان هناك رصد ومتابعة من منظمات المجتمع المدني اللي أدت مجموعة من التوصيات، وكان منها مجلس الشباب المصري. يا سادة يا هيئة وطنية الانتخابات، حضراتكم المصريين عايزين يشاركوا في انتخاب ممثليهم، ولكن جزء منهم كبير مرجعش بلده بقاله سنين، فبطاقته منتهية لسبب أو بآخر. طبع. يا سيدة لسه مسافر الشهر اللي فاته بطاقته خلصت. هو من حقه وهو موجود أنه هو يكون شريك. الهيئة الوطنية للانتخابات تفهمت هذا الموقف وتم الاتفاق على السماح للمصريين بالتصويت حتى لو البطاقة منتهية. تمام. حتى لو شكله متغير شوية، لان في جزء النهاردة كان بالحجاب او من غيره. طبعا. كان بنضارة او من غيرها. في اكيد كبر سنا ايا كان الموضوع ده. ما دام السيد رئيس البعثة الدبلوماسية والسادة اعضاء البعثة تأكدوا من شخصية الشخص القائم بالتصويت وانه هو المواطن صاحب جواز السفر وبطاقة الرقم القومي، فمن حقه التصويت. فانا شجعت ناس كتير انها تيجي وسيلة اعتبرها فسحة. طبعا مجلس الشباب المصري، انت هتقولي كده في وسط الكلام ان ده بقى من اذرع المساعدة للاستحقاق الدستور. بكل تأكيد. اذا عنده مجهود. بكل تأكيد. اشتغلتوا على ايه؟ عذرا خلينا نتكلم ان المجلس من بداية اشتغل على مدار، احنا برضو تعلمنا وكانت بالنسبة لنا العمل إمائي من 2018. المجلس اول مشاركة ليه في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2018 اشتغلنا، شاركنا بعملية الرصد والمتابعة. 2019 كان عندنا الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 2020 كان عندنا انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب. اتعلمنا، وكل مرحلة انتخابية كنا طلعنا بمجموعة من التوصيات. المرة دي كان شغلنا مختلف. بمعنى اشتغلنا بروحين مش بروح واحدة. اشتغلنا بالبرنامج الوطني للرصد والمتابعة. هي. نرصد ونتابع العملية الانتخابية حتى يكون لدينا تقرير يقول ما هي الإيجابيات داخل هذه العملية وما هي السلبيات أو التحديات التي واجهت العملية حتى يمكن تلافيها في المرحلة المقبلة. هي. أيضا أنك بتبدأ تشتغل على تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، لأنك لما تتأكد أن في منظمة مجتمع مدني ليها تاريخ وليها سمعة في الانتخابات هتستريح وتتأكد موجودة بأن الشكل شكل رقابي، شكل رقابة، ما هنقول مش رقابة، مش عايز اسميها رقابة، ما فيش حاجة اسمها رقابة فيها، لأن من وسائل المساعدة. لا هي مش مساعدة، هي رصد ومتابعة. التعريف القانوني، خلينا كده نكون واضحين بالتعريف القانوني، لأن لا يوجد رقابة لأفراد أو منظمات على دول. طبعا هذا المصطلح مش موجود في العالم عشان حد يقول لك الانتخابات بتترقب، الانتخابات ما بتترقبش. تمام. الانتخابات بتترصد وبتتابع لأن لا يوجد رقابة على دولة. صحيح. يعني النهاردة الانتخابات الأمريكية مفيش حاجة اسمها مراقبة الانتخابات الأمريكية خالص، اسمها أنت ترصد وتتابع الانتخابات الأمريكية، وده الدور المنوط بمنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بعملية الرصد والمتابعة. لازم الناس تبقى فاهمة القصة، هو مين بيراقب الانتخابات المصرية؟ لو حدش بيراقب الانتخابات المصرية اسمها بنرصد ونتابع. ده أول جزء. ماشي. الجزء الثاني كان هو البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية. ازاي انك تحفز الناس على آلية المشاركة؟ ازاي ان الناس تروح وتشارك وتبقى موجودة بشكل اكثر فعالية في العملية الانتخابية؟ دي برامج توعوية بقى؟ توعوية وتحفيزية. هاي. عذرا. لو هي برامج توعوية دي اكيد بقى اشتغلتوا فيها مع وسائل الاعلام، وانت قعدت تشتغل بقى نقدر نعمل ايه من خلال السوشيال ميديا، اكيد عندكم من الصفحات واكيد عندكم من التواجد بقى سواء في السوشيال ميديا او في مؤتمرات مختلفة او الكلام ده كله. هل ده اللي اشتغلتوا عليه؟ ده اللي اشتغلنا عليه بقوة جدا، وكان الموضوع كان اكثر فعالية لما قعدنا مع الجاليات. مندوبنا من أعضاء المجلس في الدول المختلفة تواجدوا بفعالية داخل المقار الانتخابية، اشتغلوا قعدوا في أندية المصريين بالخارج، تجمعات القهاوي. هاي. يعني نزلت لهم؟ ما احنا منهم. هاي. فكان لازم ان احنا نحاول ان احنا نفهم الناس أهمية المشاركة. لأن جزء كبير عارف فكرة النهاردة اطمئنان الناجح
لآلية النجاح. دي كانت أزمة، وأزمة كبيرة. تمام. أنا عارف أنت بالظبط إن كده كده مرشح يا سيدي، ما هو ناجح ناجح بالظبط، هو صوت اللي هيفرق. المصريين بالخارج كلهم كام؟ طب أنا كام واحد هيطلع طب أنا هاخد يوم أجازة من شغلي؟ لما بعت لهم الموضوع البيع الحقيقية والناس اتأكدت أن مشاركتها ليست فقط لاختيار مرشح ولكنها لتعزيز تجربة، الناس اطمنت. الناس عرفت ان هي اللي بتشتغل اللي بكرة طبعا، مش للنهاردة، عرفت حقوقها، بتبني تاريخ وبتبني ما يمكن ان يعول عليه. عيب قوي ان انا موجود في دولة لك المصريين ما بيروحوش، اصل اللجان المصريين فاضية. عارف لما بعت للناس الحقيقة وصرحتهم ان الموضوع هو موضوع وطني بالمقام الاول طبعا، وليس موضوع انتخابي، عيب قوي ان انا بقى موجود في السعودية، في الكويت، في الامارات، في امريكا، في استراليا، ويتقال اصل المصريين مش مهتمين بالمشاركة. فانت بتتكلم في تعزيز سمعة مصر والمصريين بالخارج. انت تتحدث عن آلية يتم ترسخها في الانتخابات. وده اللي كان مهم، المصريين وطنيين طبعا، ايا كان انتمائه لاي مرشح، واهالينا كمان خارج مصر ده كلهم، وشوف اي استحقاق، شوف اي التزام حتى مصر عايزاه، المصريين خارج بيعملوا ايه على الجدعنه والرجوله، سواء كانت النهارده من رجال وستات مصر الجدعان اللي في الدول، اللي كانوا بيأجروا وبيلموا من بعض عشان يأجر اتوبيس، عشان يلم العماله، عشان خاطر ما يحملوش تكلفه، صحيح، عشان خاطر يروح النهارده ينتخب. اعلام مصر اللي اتطبعت وكانت بتتوزع، ستاتنا الجدعان اللي عملوا وجبات مصريه وكانوا واقفين قدام باب اللجان بيوزعوا حلويات مصريه واكل عشان خاطر الناس اللي جايه من الاف الكيلومترات عشان خاطر يصوتوا، يفتكروا بلدهم بس مش بالعالم وبالانتخابات. اللي هشوفه بعد الفاصل معاك ورصدته ولا لا، احنا اتكلمنا على سيدات مصر، اتكلمنا على رجاله مصر، شباب مصر في الخارج اعتقد ليه ظهور بان اول مره دي. ده كان الصوره الابرز جاي لك، ما انا جاي لك. هنروح لفاصل ونسمع ليه النشر الرياضيه، ونرجع نكمل مع صديقنا العزيز دكتور محمد ممدوح، 91.9 هواها مصر على الراديو 90.90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ولسه في ضيافتنا ومنورنا في الاستوديو دكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. بنرحب بيك مره ثانيه يا دكتور. اهلا وسهلا بيك وكل المستمعين مره تانية. توقفنا عند حته مهمه جدا، وهو رصد حضراتكم لتواجد الشباب في المصريين في الخارج، ويمكن الظاهره دي ما كانتش موجوده في 2018، كان السيدات موجودين، الرجال الكبار موجودين، لكن الشباب تواجدوا بصوره كبيره المره دي. ايه اللي فرق؟ تعالى كده نتكلم بلغه الارقام، وهي اللغه الوحيده التي لا تكذب طبعًا في العالم. طبعا اول حاجه ان المصريين في الخارج بدا يبان مشاركتهم في الانتخابات عقب 2011. صحيح. كان عندي اعلى مشاركه كانت عام 2012 في الانتخابات، لما شارك 318,000، كان شارك 314,000، ثم زاد الموضوع في 2014 وبقى عندي 318,000 مشارك مصريين بالخارج. تمام. نزلت معنا النسبة للأسف في انتخابات عام 2018 150 تحت دعوة، بقت 158,000. الناس كده كده قالت الموضوع يعني شبه محسوم، فبلاش نتعب نفسنا وننزل. تمام. المرة دي كان الوضع مختلف. قلنا للناس انت محتاج انك صوتك يبان. صوتك يبان لانك لازم تتمرن على العمليه. عارف لما بتكسل تروح الجيم مره؟ طبعا. ما انت لو ضيعت تمرينه فكده كده التمرينه باظت. بالظبط. عارف بوظت لو انت عامل دايت ودخلت النهارده رحت عملت فري في اول اليوم، صحيح، خلاص اليوم باظ، ما نكمل الاسبوع، انا هبدا من الاسبوع الجاي. للاسف ده كان الموضوع اللي احنا بنمشي عليه. حاولنا نغير الثقافه شويه عند الناس، وبدانا ان احنا نتكلم معاهم باسلوب مختلف وبتعاطي مختلف، وكلام الشباب باسلوب مختلف. محتاج النهارده تحسسه بقيمته. شباب مصر كان بيتهاجم على مدار سنوات طويله. صحيح. شباب مصر اتقال عليه شباب غير مسؤول. تمام. ملوش دور. شباب غير واعي. شباب غير قادر على المشاركه في صنع القرار ومش مهتم اصلا. وكلنا بقينا موجودين مهتمين اكتر بالتيك توك وما يمكن ان يكون على منصات التواصل الاجتماعي اهم بكتير من المشاركه في عمليه صنع القرار. صحيح. الشباب بتوعنا بقى اثبتوا ان هم العكس كل ما كان يقال عنهم. بان الكلام ده قبل الانتخابات في موضوع غزه. طبعا. لما التحالف الوطني العامل الاهلي التنموي والمؤسسات نزلت وشفنا ملايين الجدعان موجودين بيشتغلوا بشكل فاعل في عمليه الرصد والمتابعه لما يحدث داخل غزه، وان بداوا يجمعوا ملايين الاطنان من مساعدات طبيه. تمام. مساعدات غذائيه، كل مواد الاغاثه. شفنا النهارده بشكل كبير ناس قدرت تقوم ب ملحمة تاريخية في الإغاثة الإنسانية. صحيح. شفنا أبطال قاموا بالمرابطة أمام معبر غزة.
معبر رفح لما كان فيه مئات الشباب المصريين وقابله السيد أنطونيو جويتريتش وصلحوا له الصورة اللي كانوا واخدها بشكل مغلوط عن ما يحدث داخل القطاع، الوضع اختلف طبعا. الأمين العام وغير من رأي طبعا، غير 180 درجة بعد ما كان رايح استراحات معلنة. الموضوع النهاردة ما هو فكرة النجاح بيبان. النجاح النهاردة ليس فقط بمجرد انك تقول انا عملت، نتيجة اللي انت عملته ده كان ايه. صحيح. مصر قامت بموقف بطولي في حملة مساندة قطاع غزة اللي احنا شايفينه على الشاشات النهاردة، حتى وبنتكلم حتى هذه اللحظة الاف الشباب اللي بيروح عشان خاطر يتبرع بدم وليس اغلى من دماء المصريين حتى يتم تقديمها لاهل غزة. طبعا ديبانة. من اول يوم يا دكتور والله يا باشا عايز اقول لك دوله في عز الازمه الاقتصاديه اللي هي موجوده فيها في كله. احنا النهارده بنتكلم الناس لا فكرت في غلا ولا فكرت في مواد غذائيه موجوده، الناس اختارت ان تنتصر للقيم والمبادئ الانسانيه لان جدعنت المصريين لا تباع ولا تشترى ولا يمكن المزايده عليها. طبعا الدوله الوحيده اللي في عز ازمتها في ظل ان انا جنبي دول موجوده نفطيه ودول النهاردة يعني عملتها أحسن منك مليون مرة طبعا. ودول موقفها الاقتصادي أقوى منك لم تستطيع أن تقدم ولو عشر ما تقدمه. تحب أقول لك ده كمان بالأرقام أصلاً كمان حتى بالأرقام أنت بتاع الأرقام أنا عارف. تكذب عادي النهاردة 80% من المساعدات اللي تم تقديمها لقطاع غزة كانت النهاردة مساعدات مصرية خالصة. صحيح. مين اللي قدمها؟ أهل مصر الجدعان. بالإضافة للعشرين الباقيين اللي حضرهم وجهزهم ودخلهم برضو المصريين واتخانق على دخولهم مش بس عليك. دخلهم برافو عليك. يعني اللي انت بتتفرج عليه الناس النهاردة ممكن تشوف شكل العربيات بس وهي طبعا متعرفش المجهود اللي بوزن على سواقين مصر اللي بياخدوا العربية وتتفرغ مرة واثنين وثلاثة في ظل حالة تعنت من سلطات الاحتلال ويمشوا 50 كيلو. صحيح. من معبر رفح لمعبر العوجة في طريق بيتم قصفه بشكل يومي عشان طبعا. غير صارح حتى للسير طبعا. تبقى عربيات محملة بألاف الأطنان تمشي عليه عشان حاجة تلحق توصل لأهلنا ويستحملوا غلاسة ومشاكل وتعنت لمحاولة فقط إثارة عصبيتهم عشان خاطر يتخانق معه عشان يقفل النهاردة بالزبط. الفكرة بتاعت وصول المساعدات والمصريين النهاردة تعاملوا مع هذا الموضوع بقمة ضبط النفس. عندي رئيس دولة لم يساوم على حق الفلسطينيين. صحيح. عمل قمة القاهرة اللي كانت موجودة طبعا. عشان خاطر يحشد الرأي العام العالمي من أجل نصرة القضية الفلسطينية. موقف المصري ده سيوف وسجل بحروف من نور في تاريخ الإنسانية. نرجع تاني مين اللي عمل الكلام ده؟ شباب مصري. لسه بتقولك الشباب نفسه هو ورغم الأزمة طبعا ليه في الأرض الفلسطينية برضو مهتمين بالشأن الداخلي والاستحقاقات وشايفينه قد إيه إن هو مهم. بان لنا بره طبعا في المصريين في الخارج وأعتقد محمد هيبان لنا برضو في يوم حد بإذن الله. نتكلم بشكل واضح النهاردة لما مصري يتحرك من القصيم من الرص او عنيزة يطلع النهاردة الاف الكيلومترات عشان يروح دبي عشان يروح الرياض او يروح الرياض او يروح جدة عشان يدي بصوته، اعتقد ده النهاردة تجربة تستحق الاشادة طبع. لما عندي المصريين في امريكا، انا عندي 5 مناطق فقط للتصويت في امريكا، يتحركوا يومين طبع. طيران عشان خاطر المسافات متباعدة جدا من الولايات الاخرى يا باشا. درجة الحرارة وصلت لتسالب 8 في اغلب الدول والمصريين وقفوا طوابير مش ادى صوته وروح. الناس كانت بتروح من بداية التصويت لاخره عشان خاطر تشجع وتقول للناس قدام السفارة المصرية قدام القنصلية المصرية المصريين اهو الناس جدعان قوي. عمالة بسيطة صحيح كانت رايحة عشان خاطر تجري على اكل عيشها في دول العالم المختلفة. لما يتنازل عن اجره ويدفع فلوس طبع. عشان خاطر يروح يدي صوته لبلده ما تقولش المصري راح يبيع صوته. جاهزيتنا اليوم الحد ان شاء الله والاستحقاق الداخلي بقى شايفه ازاي؟ خليني بقى اتكلم شويه عن مجلس الشباب المصري مستعد لهذا الموقف ازاي؟ جاي لدوركم يا باشا بالظبط شغلنا بقى. وعندي نموذج شاب رائع قاعد قدامي اهو اكيد ليه دور ربنا يخليك والله بجد. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن ان انا بستعد للعمليه الانتخابيه بما يقرب 10,000 راصد ومتابع ميداني. هي. انا بشتغل على مستوى 27 محافظه بالكامل. هي. انا مش هسيب لجنه انا مش موجود فيها. هي. ليه؟ لان انا عندي دلوقتي خيرة من شباب مصر جرى اعدادهم وتأهيلهم ضمن البرنامج الوطني للرصد والمتابعة بضربهم من 2018 فانا ببني. واحنا اتفقنا ان اي حاجة في الدنيا هو عمل انمائي طبع. عندي شباب مدرب شباب مؤهل شباب واعي قادر على آلية الرصد والمتابعة. عندي ما يقرب من
3500 راصد ومتابع ميداني حاصلين على تصريح الهيئه الوطنيه للانتخابات. دول هتلاقيهم كده متوزعين في اللجان حضرتك بتشوفهم داخلين بيتاكدوا من حسن سير وانتظام العمليه الانتخابيه وعدم وجود اي مخالفات من الممكن ان تشوب العمليه الانتخابيه. عندي غرف عمليات فرعيه موجوده في المحافظات بتجمع من هؤلاء الراصدين والمتابعين التقرير بتاعتهم عشان خاطر يتم صياغتها بشكل احترافي. نسميها غرف مركزيه مثلا، غرف فرعيه موجوده في المحافظات. المركزي انت مستعجل ليه على المركزي؟ انت في مركزي كمان مستعجل ليه؟ لسه بدري. اول غرف النهارده فرعيه موجوده في المحافظات كمان، وبالعكس كمان في غرف النهارده اسمها النهارده غرف قاعديه، ده طالعه من الفرعيات دي خاصه بالمراكز والاقسام، تشتغل عشان تطلع للمحافظات ثم تصعد هذا التقرير للقطاعات، ثم التقرير النهائي يطلع من غرفة العمليات المركزية الموجودة في محافظة القاهرة في منطقة وسط البلد في المقر الرئيسي لمجلس الشباب المصري. معلش انا بتاع تفاصيل، التقرير ده ما يوصل لاخر المركز بيحصل فيه ايه؟ لا ده لسه، انت مستعجل برضو على ايه؟ لا انا بحب اعرف. لسه شوية، لسه شوية، تستعجلش. التقرير ده كمان النهاردة لا يصدر فقط باللغة العربية. التقرير ده النهاردة بيتم ترجمته لعدد من لغات العالم، وبيتم حاجتين. اول حاجه التقرير ده بموجب القانون، بموجب تقرير الهيئه الوطنيه للانتخابات، يتم ارساله للهيئه الوطنيه للانتخابات حتى تساعدها في رصد وتقييم العمليه الانتخابيه وتقييم اي حاله من الاعوجاج. يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفه حتى يتم اعلام المواطن بما يتم في العمليه الانتخابيه من جهه محايده. وليست هي الجهه القائمه على التنظيم طبع. وليس احد المرشحين. انا اللي اتصدق لان انا اللي ماليش مصلحه بالظبط. فعشان كده دي انت جاي تساعدنا احنا كمصوتين. انا جاي النهارده برصد، بطمن ان صوتك لما انت حطيته وصل ازاي للنتيجه النهائيه. تمام، فدي النقطه المهمه. ان كان انا ما عنديش شك في الناحيه دي بالذات، يعني الناحيه ليست النهارده التاكد من التنافسيه، ولكن المعايير الاجرائيه، لان احنا اتفقنا الاجرائيه. برافو عليك. بنأسس وبنمنهج لعملية انتخابية سليمة. تمام. لأن في بعض الإجراءات من الممكن أن تشوب العملية الانتخابية. تمام. مواطن مش واعي رايح مثلا النهاردة يحمل أو لابس تيشيرت عليه صورة المرشح اللي هو بيأيده بالضبط. أو يحمل أي علامة انتخابية أو فكسر الحاجز بتاع الدعاية الانتخابية، ده النهاردة يحطه تحت طاولة القانون. صحيح. عندي النهاردة من الممكن أن يقوم بعض السادة المؤيدين أو الراغبين في دعم أحد المرشحين الأربعة بوضع لافتة على طبع عربيات أو النهاردة وسائل نقل المواطنين في أي من الأماكن ولا في القريبة من اللجان، أي مكان النهاردة حضرتك النهاردة أنا في صمت انتخابي ابتداء من بالزبط. يوم الجمعة المقبل، أي نوع من أنواع الكسر ترصده، أي أنواع النهاردة لازم يتم رصده لسبب واحد. أنا بتكلم النهاردة في انتخابات الدولة المصرية طبع. يا جماعة دي مصر العظيمة طبع. يجب أن يكون لدينا معايير الرقابة على الإجراءات وليست العملية الانتخابية، إنك بتتابع وبتشوف الدنيا ماشية إزاي وفتح كونكشن مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل كامل. هل بس ده اللي بنعمله؟ لا. بتأكد كمان إن كل الوسائل التيسير والإتاحة للعملية الانتخابية موجودة. عندي نقطة مهمة جدا موجودة، اللي هي هل النهاردة الحبر السري موجود متوفر في كل اللجان ولا لا؟ بالظبط. بتأكد هل اللجان فتحت في ميعادها ولا لا؟ دكتور محمد، هو انت رصد لحظي كده يا باشا؟ يعني النهارده احنا يعني مش بستنى تقرير اخر اليوم خالص. وبعدين نشوف، انت اللي بتقولوا لي كده ده لحظي طول الوقت. لو ارجع على تقرير المصريين بالخارج، هو ده اللي كان بيتم. يعني عندي بعض اللجان يعني مثلا كان عندي لجنه في غانا. تمام. اللجنه كانت النهارده متاخره في فتح التصويت بسبب عندي مشاكل تقنيه في الانترنت. تم التواصل مع الهيئه الوطنيه للانتخابات بشكل مباشر حتى يتم التدخل وسرعه تشغيل اللجنه، لان انا عندي مواطنين تحركوا من ولايات في غانا عشان يروحوا السفارة المصرية عشان يصوتوا. طيب انا عندي التصويت من 9-9 بالظبط. بعض المواطنين لقى ان السفارات اللي موجودة في سيراليون وفي جنوب السودان تم الاغلاق الساعة 6 والساعة 8. ده قال لك لا، ده السفارات قفلت قبل ميعادها. انا الوحيد اللي لازم اطلع واقول النهاردة السفارات ليه قفلت ليه قبل ميعادها؟ لان عندي حظر تجول موجود في سيراليون بيبقى موجود النهاردة لحد الساعة 8 وفي جنوب السودان لحد الساعة 6. فالاجراءات حتى لا يتلاعب البعض بالمعلومة دي، لا يتم السماح النهاردة ان حد يدي معلومة مغلوطة لمواطن طبع. فكان لازم انت عندك ده اسمه النهاردة الرصد اللحظي الذي يمكن المواطن من معرفة المعلومة الصحيحة، لان عندي حق مهم جدا من حقوق الانسان اسمه الحق في المعرفة طبعا. ده واحد مهم جدا طبعا. عندي جزء كمان تيسير ودقة وسرعة المعرفة بكل تأكيد. ما سيبش المواطن النهاردة عرضة طبعا للقيل والقال. دولة خليهم يتسلوا دي مشيت من زمان. صحيح. لا صحيح. خليهم يشاركوا دلوقتي لأن الكل شركاء في صنع القرار. الجمهورية الجديدة هي دولة قائمة على التشاركية.
الجمهورية الجديدة هي دولة تسمح للجميع أن يعبر عن رأيه وفق الإجراءات القانونية السليمة. الكلام ما بيتقالش في الفاضي، لأن الكلمة مسؤولية وحضرتك مسؤول عن كل كلمة بتقولها. لا تفتكر إن حضرتك عشان خاطر معاك رصيد زيادة أو شركة ارتفاك أو عندك فليكسات على موبايلك هتقدر النهاردة تقول الكلام اللي انت عايزه صح. من غير حساب أو تتلاعب بآراء الناس أو تتلاعب. عندنا يوجد قوانين تنظم عملية الكلمة لأن الكلمة مسؤولية، وأنت مساءل أمام الله قبل أن تكون مساءل أمام القانون، فدي نقطة مهمة. انت بترصد، هل بقى من حق الناخب انه مثلا لو علق اي من مشكلة يجي لك هو؟ طبعا من حقه يجي لك. يجي لي يعني مش قصدك انت بس. الكبير بتاعنا هو مين؟ الهيئة الوطنية للانتخابات. طبعا طبعا دي الجهة النهاردة اللي بتنظم. انا ببلغ الهيئة الوطنية للانتخابات يا سيادة المستشار خد بالك ان في لجنة اتأخرت في الفتح. برافو عليك، ده اللي انا قصدي عليه. ده احنا بنلاقيه النهارده على فكره، وده وارد. بس انا يا احمد خير اجي اشوف مين من مندوبين حضرتك مثلا اقول لك انا اللجنه اتاخرت. احنا باينين قدامك بالفيستات بتاعتهم بالعلامه بتاعتهم. اذا انت بتنتظرش رصدك انت، انت حتى لو الناس احتاجتك في اي من المشكلات بتلاقيك. عندي النهارده حاجات كتير كمان بقدر اقوم بيها. ده استنى، احنا لسه احنا عندنا حاجات بنقدمها. انت معاك لسه خمس دقايق يا باشا، لسه موجودين. بتاكد كمان من كود الاتاحه توفره للاشخاص ذوي الاعاقه. النهارده اللجان الخاصه بالاشخاص ذوي الاعاقه من ذوي الاعاقات في الارضي ولا لا، موجوده النهارده في الدور الارضي ولا لا؟ برافو عليك. هل النهارده بيتم التاكد من السماح بدخول المرافق مع الاخ الكفيف او النهارده الاخ اللي محتاج مساعده في الادلاء بصوت ولا لا؟ وهل بيتم التاكد ان الصندوق موجود امام الجميع ولا موجود ورا ستاره؟ وهل النهارده التصويت بيتم خلف ستار ولا مش يعني مجموعه من الاجراءات انت لازم تتاكد طب منها. طب انت بتعلم ده تفاصيل الناس. تفاصيل لوجستيات المرحله والاستحقاق. هل النهارده القاضي موجود داخل اللجنه مع الصندوق ولا قاعد بره بيفطر؟ هل النهارده القاضي ساب الصندوق وراح يصلي ولا موجود جنب اللجنه؟ هي دي كلها مجموعه من النقاط انت بتتاكد منها. التفاصيل دي لما بتعود عليها بتخليني في عز ما يبقى في انتخابات تنافسيه هبقى فاهم ايه الاجراء اللي ينفع يتم اتخاذه. احنا بنتعلم، احنا بنبني دوله. عشان كده ان الجمهوريه الجديده لما بدات معايا من 2014 وبدا دور الشباب يزيد من 2016 انا بتكلم عن وضع مختلف. السنه دي سنه مهمه. تمام. السنه دي هي مقاويه حاجات كتير قوي. خلينا كده نضرب مجموعه من الاسئله دي، الحاجات النهارده هتبسط الناس. انا بحتفل السنه دي النهارده ب 100 عام على انشاء الدوله المصريه. يعني انشاء الدوله المصريه؟ انا عندي النهارده اول دستور مصري في العصر الحديث صدر سنه 1923. تمام. ده الدستور اللي بانت فيه كلمه مصر. صحيح. لان كلمه مملكه مصر ما كانتش موجوده قبل كده. كانت النهارده احنا كنا ولايه تابعه للتاج العثماني. لكن لما يبقى عندي النهارده كلمه المملكه المصريه فانا بتحتفل ب 100 عام على انشاء الدوله المصريه. تمام. زي ما بالظبط، فانا بحتفل النهارده ب 100 عام بحتفل بالجمهوريه الجديده اللي عدى عليها 10 سنين. تمام. بحتفل باول 100 عام على الحركه البرلمانية المصرية، لأن عقب الدستور بقى عندي انتخابات برلمانية. صحيح. البرلمان الأول كان برلمان نبلاء وأشراف. دلوقتي كان عندي برلمان منتخب. شفنا انتخابات 100 عام على الحركة النسائية المصرية. أنا عندي الاتحاد النسائي المصري شفناه في 1923 وهو بيسافر وبيروح لندن وبيروح باريس، وطبعا يعني هوانم مصر. لو بنتكلم عن هدى هانم شعراوي وصفيه هانم زغلول وهم موجودين بيدافعوا عن حق الدوله المصريه في الاستقلال. شفنا ستات مصر وهم بيعملوا برامج انتخابيه. كان عندي برنامج لواحده اسمها سيزانا براوي كانت بتتكلم سنه 1923 على الطلاق والنفقه والخلع. في عز ما في دول تانيه حقوق المراه ما كانتش اصلا بتفكر في شيء من هذا القبيل. هو واضح ان 23 رقم مفصلي في حياه مصر. بص، بنأسس النهارده الجمهوريه جديده بكل ما يمكن ان تحمله الكلمه من معاني. عشان كده الموقف المصري لما شفناه في غزه كان موقف فاصل طبعا في اتصال الانسانيه. لما شفنا الموقف المصري ايضا عام 22 في الكوب 27 ودلوقتي لما شفناه في كوب 28 ولما بنبدا نشوف كمان ملف مصر في حقوق الانسان وهو بيتطور والاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. لا بنشوف طفره طبعا. شوف طفره النهارده في ملف التعليم، في الصحه، في الصناعه، في الطرق. كل ده النهارده بيأسس لدوله. وحتى لو ما وصلش لرغبه الناس بس انت بدات وماشي في الطريق الصحيح. انت في عز الازمه ما بترجعش لورا طبعا، انت بتطلع لقدام. حتى لو بتطلع بشكل متباطئ اللي احنا شفناه في الحرب الروسيه الاوكرانيه. لو الدوله دي ما كانتش مستعده على الاقل في صوامع القمح اللي كانت موجوده ومشروعها كورونا على فكره فدان،
لا ده انت قعدت قبلها كورونا لو قعدت تحسب انت ازاي كان عندك من الاكتفاء الذاتي مع كل الاغلاق ده. انت في عز الازمه انت كنت بتطلع معونات لايطاليا وامريكا. طبعا انت اللي كنت بتساعد. لا ده دول كتير مش بس اوروبيه. خلينا نتكلم النهارده عن الناس النهارده اللي معاه اللي مستريحه بقى الدنيا. تمام. انت النهارده الدوله اللي الناس شايفاها في حته مصر كبيره قوي واسم مصر تقيل وهتفضل كبيره والله حد يتكلم بيه او يتكلم عليه. فعشان كده لك كل الفخر ولك كل الشرف. لا ما اللي بيتكلموا عليه هنجيلهم على فكره الحلقه خلصت بس هنجيلهم اللي بيتكلموا عليه عشان عارف انت بتتكلم على مين وهنتكلم معاه. انت هتجيلي كده كده تاني ان شاء الله يا باشا. شرفنا مع بدايه الاستحقاق باذن الله. بشكر جدا صديقنا العزيز دكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. نورت راديو 90 سنه. ربنا يخليك يا رب. خلصنا حلقتنا النهارده. موجود معاكم بكره يا رب اكون كنت عند حسن ظنكم النهارده راجع طبعا من التعب. شكرت ناس كتير طبعا في الاول. مش عايز انسى برضه اشكر كل زمايلي حتى الموجودين في الراديو مره تانية. عمرو بحيري طبعا, كريم سعيد, كل الناس, امام مختار, كل اللي عملتيه على راسي, رامي الحلواني, كل الناس اللي وقفت جنبي صراحه فتره مرضي. اشكركم جدا جدا وادعوا لي بقى كده اقدر اكمل معاكم باذن الله وهكون موجود معاكم بكره ان شاء الله بدون مقاطعه ولكن دقايق. وهيكون معانا زميلنا العزيز عبد الرحمن الصاوي واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للرابعه.